بعد وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي يوم أمس، صدم الوسط الفني والإعلامي في مصر في الساعات الماضية بوفاة المذيعة الشهيرة أسماء مصطفى بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان التي أصيبت به خلال الأشهر الماضية وخضعت على إثره للعديد من العمليات الجراحية، ولكن تدهورت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة. وقد أعلن الخبر زوجها أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، وكتب عبر حسابه بالفيسبوك وقال: انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفاعل العديد من محبي ومتابعي الإعلامية الراحلة مع المنشور داعيين لها بالرحمة والمغفرة ومتمنيين لأهلها بالصبر والسلوان. وكان آخر ما كتبته الإعلامية أسماء مصطفى عبر حسابها بإنستغرام منشور مؤثر، قالت فيه: معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بيناجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا في نظره بتصغر وبيحس إنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته، وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم حتى لو كان حد مزعله أو في موقف وجات السيرة بالصدفة. حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله. فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة. ورحلت الإعلامية أسماء مصطفى عن عالمنا تاركة خلفها حزنا كبيرا في قلوب جمهورها وكل محبيها بمصر والوطن العربي. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان.